بعد قراءة متأنية في المرسوم 54، ما هكذا تعالج الإشاعة. في مكافحة الإشاعة وبث القلاقل يصدر رئيس الجمهورية مرسوم رقم 54 يوم الجمعة الفارط 13 سبتمبر 2022. الحقيقة الإشاعات والسحل على الفيسبوك وسلخ العائلات والذات البشرية كثروا في تونس ولاو مخلطين حابل بالنابل. أصبح الفيسبوك خاصة كوسيلة التواصل الاجتماعي تحول ويتحول في الديار والعقول إلى مرة ينصب هالفيسبوك محكمة وكراسي ويحكم ويصدر الأحكام ويتهم، ومرة هكا جزافا وظلما يولي هو المدافع على الظلم وعلى البروباغندا. لا فما شكون يراقب ولا فما ضوابط. أي ما تعرف زادة خاصة في الفيسبوك أنه شكون اللي قائد السفينة الفيسبوكية. واليوم عنا قضية مطروحة في تونس حول ما عرف بأنستالينجو، وخاصة تشويه العائلات، تشويه الناس، تشويه الذات الفاعلة في الشأن العام. والحقيقة هوني راو اللي صار في تونس ما هوش معزول، وتونس تأخرت برشا في أنها تضع مرسوم أو قانون يعالج هذه المسألة، لأنه صار فيضان في العالم وتصرفت الأمم المتحدة. ونعرفوا إلي الأمم المتحدة منذ 3 سنوات مثلا في مجال المرأة، فيما يخص المرأة، خرجت قرار أنه يمكن متابعة وملاحقة قانونيا، يمكن ملاحقة كل من يعتدي على امرأة منتخبة أو تعمل في الشأن العام، اعتداء مادي أو لفظي أو غيره. فاليوم تونس لما تركب السفينة هذه ماذا بينا تعرف كيفاش تركبها وتعرف كيفاش تقوم بها. اليوم فما برشا ثلب وفما برشا دعاية وبرشا شتم وفما برشا مس من كرامة البشر في هالفيسبوك هذية، ومس من الحياة الخاصة اللي تضمن كرامتها القوانين الدولية، القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يعني احنا تونس مناش في ابعاد على المنظومة الكونية وما جبنا شيء من روسنا، لكن كيف نعمله على طريقة بركاكة بركاكة توا اللي يفهمها يحب يفهمها، واللي كان يفهمها على الصحافة أو كفهمها ربي لا أضرب القطوسة تتربى العروسة، فهذا لا ما لا يقبل. تونس بلا قانون وبلا ضابط لها في الفيسبوك، ومن المفروض أنه جهاز التواصل الاجتماعي والإنساني ما هوش آمر بالحرب والسلم خاصة بين الشعب الواحد. الإشاعة كثرت والأخبار الزائفة أكثر وأكثر، ومليح أنه تونس تستجيب كيف ما قلنا إلى متطلب بيت المجتمع الدولي اللي ريناه يحرم الثلب على وسائل التواصل الاجتماعي وبث الكراهية بين الناس وسحل البشر لمواقفهم أو لإقصائهم. جميل أن تفطن أو تتفطن الدولة ممثلة بالجهة الشرعية اليوم الوحيدة اللي هو رئيس الجمهورية المنتخب، ولكن حشر هالأمثلة هذه في مجال الصحافة قولوا لكم هذا ما يجيش. ويصبح عدم إثبات خبر يكلف 5 سنوات سجن ويصبح مضاعف عندما يهم الأمر موظف دولة، أنا نقول راجعوا مليح قوانين الصحافة. راهو الصحافة ما عندهاش علاقة بالفيسبوك، وهذا قلناه قبل. أنك تعجن كل شيء في بعضه وتقول برا توا نعدي الأمور على أساس أنه حتى الصحافة زاد كثرت لها في النقد وفي غيره، فهذا نقول لكم راهو غلط ومش صحيح، ويكون هذا المرسوم مجانبا للصواب وللحقيقة. يعني هذا أنه الصحافة ما يمكنش تكون سلطة رابعة ويمنعوها من أنها تكون سلطة مراقبة لبقية السلطة، وهي هذا اللي يصير في البلدان الديمقراطية وفي المنظومات الديمقراطية. لحد هوني سامحونا يلزم نبدلوا المناقل في السلطة ونعرفوا اللي راهو الصحافة ما هيش هكا تتعامل، ولا ما هكذا تعامل الصحافة، لأنه الصحافة راهي قانون، راهي مهنة وعندها أخلاقيات وضوابط وقوانين. ما هيش حك راسك واللي صحافي ولا حك راسك باش تبث المعلومة. احنا اليوم نحكيه على صحافة عندها قوانين ونواميس عبر العالم. أنا صحافي وقت اللي نمشي نتنقل باش ناخذ المعلومة قد يكون نشوف هيك المعلومة هذيك، وأنا بما أني صحافي ومقسم على 10 نقاط في المنظومة متاعي فإني جوفي فوا
أنا مصداقيتي أقوى من أي وثيقة يمكن تمشي للقاضي. ولكن أيضا احتراما للقضاء، احنا عندنا في المنظومة أو في المرسومين 115 و116 اللي هما يلزمهم يتراجعوا، فما حاجة اسمها أنك أمام القاضي تعطي الـ 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 المصدر متاعك.